إدارة نادي ريال مدريد تفاجئ المغاربة وتعلنها مدوية وتوقع عقد احترافي طويل الأمد مع موهبة مغربية كبيرة. سنتعرف من خلال تفاصيل هذه الحلقة عن الموهبة المغربية الكبيرة المنتظرة يا سادة يا كرام خلال المستقبل القريب في تقديم إضافة عظيمة لمنتخب أسود الأطلس. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي في أي مكان في العالم، أتمنى تدعمني وتشرفني بالضغط على زر اللايك وكذلك الاشتراك في القناة، هذا فضلا وليس أمرا. اليوم ذكرت صحيفة ماركا الأسبانية أن نادي ريال مدريد وقع رسميا مع الموهبة المغربية يوسف لخديم عقد احترافي طويل الأمد حتى صيف 2028. ويعد يوسف لخديم أحد أبرز مواهب نادي ريال مدريد للشباب، حيث يلقب من قبل الصحف الأسبانية بأنه مارسيلو ريال مدريد الجديد، حيث يشغل هذه الموهبة المغربية مركز الظهير الأيسر. سبق وأن صعد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يوسف لخديم للتدريب مع الفريق الأول، ومن المنتظر أن يحصل على دقائق للعب مع الفريق الأول لريال مدريد خلال الموسم الحالي. في نهاية الأمر، يوسف لخديم أعلنها منذ فترة ليست بالبعيدة أنه اختار تمثيل المنتخب المغربي رغم ما كان يتعرض له من ضغوطات وإغراءات كبيرة جدا 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 من الاتحاد الأسباني لكرة القدم من أجل رفض المغرب وتمثيل المنتخب الأسباني. لكن الأسد الأطلسي يوسف لخديم اختار قلبه، فبالتالي بالتأكيد اختار تمثيل المغرب.